من هنا ورايح انا اللي خطط وافكر وانت اللي تنفذ. ايه الكلام ده يا نصه؟ بلا نصه بلا سفت. ايه في ايه؟ انا انتهيت يا جدع. ما تقولش كده، بيتي اتخرب فداك، سبت وظيفتي يا جدع ولا يهمك، عربيتي اتدمرت، المهم الصحه بقت في النازل. الله 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 الله، علشان كده لازم اعوض خسارتي. ما انا كمان عايز اتجوز. يبقى تسمع كلامي. حاضر. العملية اللي جاية سطو مسلح. سطو مسلح، حلوة دي، التجديد برضو مطلوب. ايه ده يا معلم؟ ده المول اللي احنا هنسرقه. مول؟ يا ما تحت السواهي دواهي. قول قول فين المول؟ ده رسم للمول قبل ما يتبني. يعني دي حتة أرض؟ ايوه. شكلك فاهم يا نصة. دي السلالم اللي احنا مفروض هنطلع عليها. ودي اتبنت ولا لسه؟ قول يا رب. يا رب نلاقيها. المكان الفاضي ده زمانهم بنوا فيه دور هنا. زمانهم؟ لا يلحقوا يلحقوا. والدور ده اللي هيبقى فيه المحل اللي احنا ان شاء الله هنسرقه. قول يا رب. بس انا سمعت كده طراطيش كلام من ناس. الخير اللهم اجعله خير. ان في خلافات بين الحي وبين صاحب المول على الدور ده، علشان كده بيفكروا يشيلوه ويعملوا مكانه جنينة أو فسقية، مش فاكر بالظبط. يعني المكان ده اتغير تماما. شكلك فاهم يا نصة. بس بعد إذنك في ملحوظة رفيعة نسيت أقولها لك. نسيت حاجة؟ أيوة. لا تحت أمرك. إحنا هندخل المول قبل ما يفتح بعشر دقايق ويكأننا زباين عاديين. ويكأننا؟ أيوة. لا واضح إنك فاهم. احنا هندخل من الباب ده. حلو. البوليس هيدخل من الباب ده ونتمسك هنا. شكلك فاهم يا نصة. انت جوه وانا هقف اراقبك من هنا، واول ما شاور لك طلع المسدس على طول. بشوف. مش قادر يا نصه. يلا 10 دقايق وبقى تعالى نظف. مالك يا ابني؟ انت تعبان؟ ما دام تعبان كده بلاش نظافه النهارده وروح استريح. خد دي.